الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذا اللقاء اليومي المتجدد. هذه حلقه جديده من برنامج من القاهره. كما تعودنا معكم دائما في هذه الاطلاله نحاول جاهدين ان نتوقف امام بعض المتابعات الاخباريه، هذا بالاضافه الى بعض الملفات المثاره على الساحه خاصه ما يجري هنا في مصر، نتوقف امامه بشيء من النقاش والتحليل في فقرات حواريه ممتده معكم. إذا نبدأ كالمعتاد بجولة الأخبار التي نحاول أن نطوف من خلالها حول حقيقة ما يجري هنا في مصر وفي المنطقة العربية وأيضا في العالم كله. نبدأ من القاهرة حيث استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، مرحبا بسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بلده الثاني مصر، والذي تتزامن زيارته مع الاحتفال بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة. من جانبه ثمن سمو الشيخ محمد بن راشد دور مصر المحوري في الدفاع عن القضايا العربية ومواقف القيادة السياسية المصرية على الصعيدين الداخلي والدولي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بلده الثاني مصر، والذي تتزامن زيارته مع الاحتفال بمرور 50 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر ودولة الإمارات. أهلا وسهلا بكم. الوجدان المصري متأثر جدا جدا بالإخوة الإماراتية المستمرة من أيام الشيخ زايد الله يرحمه وحتى الآن. 50 سنة من المحبة والإخوة والاحترام بلا توقف. من جانبه أعرب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن الامتنان للسيد الرئيس والشعب المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكدا ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي. عم بقول لك السلام الشيخ محمد بن زايد رئيس دولتنا يهنئك ويهني مصر بحضور الأمة العالمية في دولة الإمارات ويكون ضيف شرف. يعني شرفني وسعدني، ودائما كل دعوة من أخي الشيخ محمد أو من دولة الإمارات دائما محل تحضير واحترام وقبول كبير جدا جدا جدا، ونتمنى له دائما التوفيق في كل الأنشطة وكل الفعاليات اللي بتتعمل. وطبعا بالمناسبة ديت احنا برضه هنبقى سعداء قوي إن احنا نستقبل أخي الشيخ محمد بن زايد ان شاء الله في مؤتمر القمه اللي هيعقد الشهر القادم. وجودكم معانا هنا يشرفنا ويسعدنا، خلاني بقول اهلا وسهلا مرحبا بكم، سعداء بوجودكم معانا. في شأن آخر، أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله دكتور سليم خلبوس عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية بجهود الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون مع جميع الأجهزة التابعة للمنظمة الفرنكوفونية، وذلك بهدف دعم آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء بالمنظمة. من جانبه وجه عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية الشكر لمصر على دعمها التاريخي للمنظمة الفرنكوفونية، كما أكد حرص الوكالة الجامعية على توسيع نطاق المشروعات المشتركة وكذلك تعزيز التقارب مع مصر. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور سليم خلبوس عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أشاد بجهود الوكالة الجامعية للفرنكوفونية،
مؤكدا سيادته الحرص على تعزيز التعاون مع كافة الأجهزة التابعة للمنظمة الفرنكفونية لدعم آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء بالمنظمة، لا سيما من خلال التعاون لتعزيز التدريب الجامعي والبحث العلمي وتعظيم المهارات للكوادر والأجيال المستقبلية، ومشيرا سيادته إلى الأهمية القصوى التي توليها مصر للارتقاء بمستوى التعليم كوسيلة أساسية داعمة للدولة في مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف والغايات. من جانبه أعرب عميد الوكالة الجامعية للفرنكفونية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، موجها الشكر لمصر على دعمها التاريخي للمنظمة الفرنكفونية، ومؤكدا حرص الوكالة الجامعية على توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز التقارب مع مصر باعتبارها شريكا استراتيجيا بالنسبة للوكالة، خاصة في ظل دورها الإقليمي المحوري كمركز ثقل سياسي واقتصادي واجتماعي في المنطقة. وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضا لأوجه التعاون بين مصر والوكالة الجامعية للفرنكفونية، خاصة ما يتعلق بجامعة سنغور للتنمية في أفريقيا والتي تستضيف الإسكندرية مقرها، وتمثل إحدى نماذج التعليم الجامعي المتميز ومن أهم الهيئات التعليمية والثقافية التابعة للوكالة الجامعية، حيث تم التوافق بشأن تطوير التعاون بين الجانبين في إطار إنشاء مراكز لتطوير الإبداع العلمي بمصر يخدم القارة الأفريقية ولإعداد الكوادر الأفريقية بما يؤهل خريجيها للإدارة الفاعلة لدفع استراتيجيات التنمية المستدامة لدول القارة. ما زلنا معكم في هذه الجولة الإخبارية، وأيضا نبقى قليلا مع تطورات الشأن المصري، حيث أعلن مجلس الوزراء التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، وذلك بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل الممتد لمدة 4 سنوات مقبلة. يسمح الاتفاق بتقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار على أن يتم عرضه على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر المقبل. الاتفاق على برنامج لمدة 4 سنوات بتسهيل ائتماني بقيمة 3 مليارات دولار، حيث أعلنت السلطات المصرية الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي بشأن الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل. هذا ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، وأكد على أن الاتفاق يتيح تمويلا إضافيا 1 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة و5 مليارات دولار من المؤسسات الدولية. إن أنا أعلن أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وبعثة صندوق النقد الدولي اللي بتزور مصر حاليا قد توصلنا معا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن سياسات وإصلاحات اقتصادية شاملة يدعمها البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي مع مصر. والحقيقة ان البرنامج الحكومة ان شاء الله اللي بيدعمه صندوق النقد الدولي بيهدف الى حماية استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الدين العام وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية اللي بسبب الازمات العالمية الكبيرة، وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، ومضاعفة إن شاء الله الإصلاحات الهيكلية اللي من شأنها دعم النمو وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص. ومن جانبها أكدت الدكتورة إيفانا هولر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن هذا الاتفاق يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتحقيق استقرار الأسعار. هذا الاتفاق يساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ويعمل على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري، ويستهدف إعادة مضاعفة دوره في المنافسة. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، فإنها يستهدف البنك المركزي المصري استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استمرار استقرار الأسعار بالسوق المصرية. هذا ما أوضحه حسن عبد الله محافظ البنك المركزي. وعلى جانب السياسة النقدية، بدأ البنك المركزي المصري في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
والبنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية في كل من الأربع سنوات القادمة، وإن شاء الله احنا بنستهدف على الأقل مضاعفة الاحتياطي بتاعنا في هذه الفترة. كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن التمويل يصل إلى 9 مليارات دولار يستهدف تحقيق فائق مستدام من التنمية. هترتكز السياسة المالية في مع البرنامج صندوق النقد الدولي على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من 80%، وأيضا ضبط احتياجات التمويلية الإجمالية، وأيضا الاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل وتحسين كفاءة وفعالية وتدرج النظام الضريبي عن طريق زيادة القاعدة الضريبية والاقتصاد ضم الاقتصاد الغير رسمي لتحقيق فائض أولي مستدام، وأيضا تخفيض عجز الموازنة. الاتفاق يعمل على دعم خطة الإصلاحات الهيكلية للاستفادة من مقومات مصر وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وفقا لما ذكرته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. البرنامج بيشكل زي ما حضراتكم عارفين بشكل أساسي على زيادة الجزء المكون الإنتاجي وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على التصدير، بالإضافة إلى إفساح المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره الأساسي في دفع عجلة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة. جاء الإعلان عن الوصول إلى اتفاقية مع صندوق النقد الدولي ليؤكد أن الحكومة عازمة على الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وتعزيز القطاع الخاص ومشاركته مع الدولة لتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز الحماية المجتمعية وتعزيز القطاع الاقتصادي ودعم المنافسة محليا وعالميا. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل. يأتي هذا بالإضافة إلى واحد من الأخبار التي تابعها المصريون اليوم بكثير من الاهتمام، حيث قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس. أكد البنك المركزي المصري أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية. كما أعلن البنك أنه سوف يتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. للمزيد من المتابعة أرحب بضيفي الكريم الذي انضم إلينا عبر الهاتف، دكتور محمد الجوهري رئيس مركز أوكسفورد الدولي للبحوث والدراسات الاقتصادية. أهلا بك دكتور محمد. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد وأهلا بالسادة المشاهدين. في الحقيقة الخبرين اللي تابعناهم منذ قليل أهم من بعض، ما تم الإعلان عن توصل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالقرض اللي قيمته 3 مليار دولار، أو ما أشار إليه البنك المركزي في مسألة تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى. أبدأ مع حضرتك من حيث انتهينا، هذا القرار بتحرير سعر صرف أو تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، كيف ترى هذه الخطوة ولأي مدى ستتدخل الدولة لحماية الجنيه في بعض الأحيان، ولا الدولة سترفع يدها تماما عن العملة المحلية؟ خبرين يمكن مرتبطين ارتباط كلي وجزئي ببعض. نعم. الخبر الاول خبر تعويم الجنيه، ده كان من ضمن المتطلبات للحصول على قرض او الموافقه للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. تمام. وده كان من احد المتطلبات الرئيسيه لهم، وبالفعل ده يعني قرار اتخذ الصبح بعد الظهر، قرار بتاع منح الموافقه على منح القرض لمصر بعد الظهر. ولكن تبعيات هذا القرار بقى على المستوى المحلي مش على مستوى صندوق النقد في الشارع المصري يعني لا تبعيات كثيره يعني. طبعا الدوله لن تتخلى عن دعم الجنيه وهي تلتهت نهج اللي هو الاقتصاد الحر، ولكن في حدود يعني هي بتتدخل احيانا. كان في اجراءات للحكومه قبل ذلك بتخفيف الطلب على الدولار والعملات الصعبه عن طريق فرض قيود على الاستيراد من الخارج واغلاق الكثير من المنافذ التي تتسرب اليها الدولار وكده علشان تحجم
الطلب على الدولار عشان السعر ما يطلعش. لكن في رايي ان لابد للحكومه ان تضع نصب عينيها ان الدولار هو المسيطر الاساسي على الاقتصاد المصري، لان احنا نستورد الكثير من متطلبات الانتاج والسلع الاساسيه او السلع الاستراتيجيه والاساسيه والغذائيه من الخارج، فبالتالي تحرير سعر الدولار سيعود على السلع المصريه وسيعود على المستهلك المصري وخاصه محدود الدخل منهم بالكثير من العواقب. طيب هنا 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 في نقطتين لو اذنت لي يا دكتور محمد. متى سيظهر تاثير تحرير سعر الصرف على هذا النحو في الشارع المصري او تاثيره على القطاعات الخدميه داخل المجتمع المصري؟ هو بالفعل يا فندم التاثير ظهر من دلوقتي، انت عارف ان احنا سباقون دائما في الخير، وعندما تتخذ الحكومه قرارات فالتجار جميعا دلوقتي في بعض السلع اختفت واحجم بعض التجار عن السلع، ويقول لك لما نشوف الاسعار الجديده هتبقى ازاي. فالسلع المرتبطه بالدولار من الان منذ اتخاذ القرار منذ الصباح اختفى كثير من السلع في مصر انتظارا لارتفاع سعرها علشان يحققوا اعلى مكسب لها. طبعا في تبعيات القرار ده، طبعا احنا بنستورد كثير من مستلزمات الانتاج زي ما قلت لحضرتك، والمشتقات والمنتجات الغذائيه، الزيوت، الكلام ده كله سعره هيرتفع. لابد للحكومه بقى ان تتدخل في ضبط ايقاع الاسعار المحليه. طيب ده الجزء الثاني، ده الجزء الثاني من النقطه اللي انا عايز اثيرها لحضرتك. ما تم الاعلان عنه انه تم تدبير 67.3 مليار جنيه لدعم حزم الحمايه الاجتماعيه. الى اي مدى هذا المبلغ يعني سيكون مثلا يعني تامين لهذه المرحله اللي ربما تكون فيها زي ما حضرتك اشرت جشع من بعض التجار او ضغوط على ارتفاع الاسعار؟ يا فندم بالفعل حتى ما تم يعني الاعلان عنه امس من ان هناك حزمه للاصلاحات وزياده المرتبات وكده، هي لا تفي او لا تكفي للزياده المنتظره من ارتفاع سعر الدولار، تمام؟ على الصعيد يعني صعيد الموظفين العموميين، على صعيد الشعب كله 300 جنيه زياده في الشهر للموظف العام مش هيكفوا، لن يقابلوا هذه الزياده. بالاضافه انا مش هقدر اجبر القطاع الخاص ان يزود كل واحد 300 جنيه، كقطاع خاص انا ما اقدرش النهارده عندي موظفين ما عنديش دخل ان انا ازودهم ب 300 جنيه، هجيب لهم فلوس منين؟ الحكومه بقى تتدخل وتدعمهم، هي تزود لهم مرتباتهم، لكن انا مش هقدر ازود لان اصلا انت بتفرض عليا ضرائب زياده وبتفرض عليا يعني التزامات زياده، وفي الاخر انا مش عارف اوفي الموظفين ومش عايز اوفرهم، النهارده انا هزودهم ازاي 300 جنيه؟ يعني حضرتك قابلهم زياده في السلع 3000 جنيه. طب يا دكتور محمد برضو بإيجاز معلش لأن الوقت محدود فيما يتعلق بالتواصل مع حضرتك على الأقل في هذه المداخلة، بعض القطاعات الحياتية خلينا نسميها هكذا قطاعات حياتية مرتبطة بحياة المصريين بيأتي في مقدماتها الغذاء والصحة والغذاء والدواء، إلى أي مدى سيتأثران بتحرير سعر الصرف على هذا النحو وبشكل محدد؟ يعني إيه الدولة تعمل إيه لتخفيف الضغوط دي؟ لابد انا بقرر الكلام ودي تعتبر توصيه مني، لابد للدوله ان تتدخل فعليا لضبط ايقاع الاسعار، اي انها تحدد هامش ربح لكل سلعه، ما تسيبش الموضوع على علاته. ما يبقاش عندي سعر الزيت بيطلع من المستورد الرئيسي ب 10 جنيه ويتباع في السوق ب 20 جنيه، يعني ما ياخدش فيه 100%، ما بيحصلش في اي مكان غير في مصر. ويقول لك ان احنا اشمعنى بتسيبوا الرقابه؟ يقول لك احنا بنثبت الرقابه، هي فين الرقابه بتاعت الاسواق؟ وزاره التموين وظيفتها ايه في الموضوع؟ ضبط التلاعب، انا بدل ما اضبط التلاعب انا اعمل حد اقصى للاسعار استرشادي، احط لكل تاجر 20% مثلا، يعني التاجر الاولاني 10% والثالث 10% والثالث 10%، يبقى 30% على السعر الاساسي عشان اضمن اوصل السلع بسعر مناسب للمواطن. عظيم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد على هذه المشاركة. دكتور محمد الجوهري رئيس مركز أوكسفورد الدولي للبحوث والدراسات الاقتصادية. في ذات السياق أكد وزير المالية محمد معيط أنه تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية التي صدرت للحكومة في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، فإنه قد تم تدبير 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارا من الشهر المقبل. وأقل الوزير أن هذه الحزمة تتضمن إقرار 300 جنيه علاوة شهرية استثنائية مستديمة للموظفين والعاملين بالدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية بدءا من الدرجة السادسة وحتى الممتازة،
تضاف إلى الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن استعدادات انعقاد مؤتمر تغير المناخ كوب 27 تسير على قدم وساق، حيث تتابع الحكومة بصورة دؤوبة جميع التحضيرات التي تتم سواء في إطار تجهيزات المؤتمر وفعالياته أو أعمال تجميل مدينة شرم الشيخ بصورة تعكس القيمة السياحية للمدينة. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي الاجتماع 12 للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل لمتابعة اللمسات الأخيرة للتحضيرات الجارية. في حوار خاص أجرته قناة النيل الأخبار، أكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة أن الاستعدادات النهائية لاستضافة شرم الشيخ مؤتمر قمة تغير المناخ مستمرة لظهور مدينة شرم الشيخ بشكل يليق بهذا الحدث العالمي. مشاهدي قناة النيل للأخبار، بعد التحية بالفعل بدأ العد التنازلي لانطلاق واحد من أهم المؤتمرات العالمية والدولية بمدينة السلام، هو مؤتمر اتفاقية الأطراف كوب 27. هنخوض في التفاصيل مباشرة مع سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. سيادة اللواء تحياتي لحضرتك ومشرفنا دايما على قناة النيل للأخبار. الموضوع بتاعك ده عايز 3 ساعات، وانا في الحقيقه يعني هوجزه في 5 دقائق نظرا للظروف اللي احنا شغالين فيها دلوقتي وقله الوقت اللي احنا يعني بندور عليه دلوقتي بالعافيه. فاضل 10 12 يوم على المؤتمر، احنا بنستغل الفرصه بتاعتنا اللي اتيحت لينا مؤتمر الاطراف الكوب 27، وبنحاول نعمل حاجه، ومش بنعمل حاجة عادية، احنا بنعمل حاجة للعالم، بنعمل حاجة تبقى بنمثل مصر فيها كمدينة، بنعمل مدينة خضراء نظيفة مؤمنة، بنعمل مدينة فعلا بنعني كل كلمة ان احنا بنقولها. فهو السايح ماشي وشايف الطرق اتعمل فيها ايه، شايف الطاقة الشمسية اللي مالت المدينة، شايف الحديقة الهايد بارك اللي اتعمل، شايف المناطق الجديده، الطرق اللي توسعت، الطرق اللي ممشى سياحي على 6 كيلو رايح 6 كيلو جاي 12 كيلو، في حاره للعجل، في حاره كممشى، فيها مظلات، تعبت ممكن تقعد. المحور الثالث اللي هو بعض المحلات، واحنا بنحاول نخليها ماركات عالميه عشان نشجع على عمليه سياحه الشوبينج، يعني بنضرب كذا عصفور بحجر. يعني عندنا ميادين فتحناها جديد، عندنا ميادين عدنا في عيد افتتاحها وتجهيزها، عندنا الكونت السلام تم تطويرها وتغييرها تاني من اول وجديد، هيتعمل عليها ايفنتات، هيتعمل عليها حفلات، كل حاجه مجهزه، كل حاجه معده تماما لهذا العمل اللي احنا بنعتبره مؤتمر عالمي فعلا. فعايز اقول لك ولما لا يقولوا ان المدينه اتغيرت، اتغيرت فعلا، اتغيرت للاحسن، اتغيرت للاحسن، طاقة خضراء نظيفة ذكية مؤمنة، كل ده عشان كده هم بيقولوا لك شرم الشيخ ده، ودي حقيقة وما كتبوش عليك. يعني ست اللواء بشكر سيادتك جدا يا فندم، وتمنى لك التوفيق، ودايما نتابع معاكم طبعا انطلاق مؤتمر المناخ. شكرا جدا يا فندم. شكرا. افتتح اليوم المؤتمر الدولي الأول للتعافي والتأهيل الذي يقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة سكاي لايف للصحة والقوام السليم في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم الطب الرياضي، وتأكيدا على أهمية دور التأهيل والعلاج الطبيعي في البناء الشامل للإنسان بشكل عام وللرياضيين بشكل خاص. حضر المؤتمر نخبة من أطباء الدوري الإنجليزي لكرة القدم ودكتور أحمد عبد العزيز الرئيس الشرفي للمؤتمر، وقد أكد دكتور رفيق رضوان رئيس المؤتمر خلال كلمته الافتتاحية أهمية معرفة الحديث في الجوانب التطبيقية فيما يتعلق بالطب الرياضي وإصابات الملاعب، بدءا من الحفاظ على حياة اللاعب عند التعرض للإصابة داخل الملعب، وانتهاءا بسلامة العودة لممارسة الرياضة لتجنب تكرار الإصابة. كما أكد على أهمية تقديم الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، خاصة في ضوء ما توليه الدولة لهم من اهتمام.
للمزيد من المتابعة أدعوكم للترحيب معي بدكتور رفيق رضوان الذي انضم إلينا عبر الهاتف. دكتور رفيق رضوان رئيس المؤتمر الدولي الأول للتعافي والتأهيل، أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بيك أستاذ المشاهدين. نهنئك بداية على انطلاق المؤتمر في دولته الأولى ومزيد من النجاح والتوفيق دائما إن شاء الله في الدورات المقبلة. وأبدأ بسؤال حضرتك، يعني الطب الرياضي أصبح من الأهمية بمكان أنه لابد من الاهتمام به أكثر وأكثر عندي قبل، أم كيف تبدو الصورة بالنسبة لك؟ هو الطب الرياضي أصبح من مجالات الاستثمار في الدول العربية والدول الأوروبية أيضا، والأندية مجال واسع للاستثمار، واللعيبة المحترفين أيضا من المجالات يعني التي يستثمر فيها، فأصبح صحة اللاعب تعتبر قوام كبير في هذا المجال. نعم. وإحنا هنا في مصر الاهتمام بالطب الرياضي أصبح يشغل الساحة من أكثر من 5 سنوات في مجالات مختلفة ومتعددة. إحنا هنا في المؤتمر حاولنا بقدر الإمكان أن نوصل الصورة الحديثة والتقنيات الحديثة والبرامج العلاجية الحديثة اللي بيشتغل بيها الطاقم الطبي في الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي للعاملين هنا في الحقل الطبي في مجال الإصابات الرياضية وإصابات الملاعب. ركزنا على مسار كيف نقي أو نحمي اللاعب من الموت، يعني إنقاذ حياة اللاعب، ودي بتحصل في الإصابات اللي في الملاعب. قد تكون هناك إصابات خطيرة تؤدي إلى وفاة بعض اللاعبين أو ما يعرف بالأزمات القلبية. نعم. ودي شفناها في أكثر من لاعب، ودي التعامل معاها الثواني بتفرق فيها، يعني المانجمنت بتاعها بيعد بالثانية، كل خطوة مدروسة بالثواني، إذا تأخر الإنقاذ فيها عن ثواني ممكن تضيع حياة اللاعب. فبدأنا بإنقاذ حياة اللاعب من خلال ورشة تطبيقية عملية على مدار 3 أيام بيقدمها كلية الجراحين الملكية بلندن، ودي شرط أساسي هناك في إنجلترا للعمل داخل الملاعب. وأعتقد دكتور إذا ذنت لي فقط أشير إشارة، وحضرتك لك طبعا أنت تضيف عليها، أعتقد نعني بهذه الجزئية أيضا اللاعبين، لأنه ممكن يكون لهم دور أيضا في إنقاذ حياة زميلهم إذا ما أصيب في أرض الملعب بشكل أو بآخر. هل أنا محق في هذه المسألة؟ محق. اللاعبين والإداريين بيبقى ليهم دورات، لكن دورات أقل تخصصية، بتبقى المساعدة في إنقاذ حياة اللاعب أو دوره إيه لما يتعرض لاعب لحالة من التشنج أو كدمات الرأس أو الكسر، بكل دور لكن بيختلف نسبيا عن دور الطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي. طب دكتور رفيق، عندما نتحدث عن إصابات الملاعب ينصرف ذهن البعض مباشرة إلى لعبة كرة القدم فقط، هل المؤتمر يعني يركز بشكل أساسي على لعبة كرة القدم ولا فقط لعبة كرة القدم دون بقية اللعبات؟ هو طبعا أشهر نوع في الرياضات هنا في يمكن على مستوى العالم هو كرة القدم، لكن احنا مهتمين بكل أنواع الرياضات بما فيها الرياضات اللي أصبحت متاحة لما يعرف بذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. وعاملين محققين ميداليات طبعا متعددة لمصر والدول المختلفة. فالرياضة أي رياضة تمارس سواء كرة السلة أو الطائرة أو القدم أو الكاراتيه أو التايكوندو أو رفع الأثقال، كل دي بتعد أنواع رياضيات. إحنا مهتمين في المؤتمر بكل أنواع الرياضة بما فيها الرياضات النسائية. نعم. عندنا أكثر من محاضرة عن طريقة التعامل مع السيدات أثناء ممارسة الرياضة ومراعاة الاختلافات وفترات الدورة الشهرية، كل الحاجات دي إحنا بنغطيها بشكل واسع في المؤتمر. عظيم، أنا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور على هذه المشاركة الموجزة، ومرة أخرى مزيد من النجاح والتوفيق إن شاء الله. دكتور رفيق رضوان رئيس المؤتمر الدولي الأول للتعافي والتأهيل. بهذا ننهي هذه الجولة الإخبارية السريعة، أرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم بعض الأخبار المهمة المثار على الساحة خاصة ما يجري هنا في مصر.